كده في السابقين ناس كتير جم قبلي كان لهم دور كبير جدا في نجاح هذا المجلس واهتمامهم بعمليه التطويريه وكفاح الكفاح شديد جدا وصول هذا الكلام. فعبد الحميد ليس له الا يعني مسمار في اله شغاله وده بيتوارث من جيل لجيل وعلى او ثلث ساعه هو مسمار في ست مكانات. الحقيقه برضو انا لازم اشيد بالتيم الموجود سواء المجلس التصديري او جمعيه اللي هي راسها محسن البتاني حاليا في المنظومه والتجانس والتنسيق لانه هم اللي هي دي انا بعتبرها هي الارشاد الزراعي الحقيقي في مصر للمحاصيل البستانيه وانا بتمنى لهم كل الخير والتقدم في اعمالهم والتجانس بيننا وبينهم. الحقيقه انا عايز اقول كلمه اخيره بالنسبه للتطبيق احنا في تحديات كبيره جدا مع المصدرين المصريين وتنافس شديد جدا مع الدول المنافسه زي المغرب واسرائيل واسبانيا وتركيا الحقيقه ولكن انا شايف ان برضه المصريين لازم يعملوا جهد اكبر في الالتزام بالمعايير الدوليه ودي نقطه في غايه الاهميه لان الفتره الجايه هتبقى فتره اصعب واصعب من الحاجات اللي احنا بنناقشها في البرلمان احنا النواب قالوا على اسرائيل وقوه اسرائيل. الحقيقه اسرائيل دخلت في منظمه اليوكو في سنه 1978 وقدرت ان هي تحصل على كل المنظمات الجديده اللي احنا بنحاول حاليا نحصل عليها وللاسف الشديد هناك بعض التعثر ولكن ان شاء الله قبل نهايه هذه الدوره نكون حققنا ودخلنا في هذه المنظمه. بشكركم جميعا بشكر النواب وبشكر زملائي كلهم هي الناس اللي هي محترمين شيخنا وحبيبنا علي عيسى وسبيب النجار اكبر مصدر اكبر مصدرين في العالم في اصناف مختلفه. الحقيقه هي وتيم متكامل متجانس وحسين بهبيز الحقيقه ده من الناس الكبيره اللي بدات عملياتنا وله دور كبير جدا الحقيقه في